السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبجديات أسرية، احتواء المشاكل الزوجية. سبق وأن تعرفنا على أسباب بعض المشاكل التي تنشب بين الزوجين والتي تعكر صفو المودة والرحمة بينهما، وإليكم بعض القواعد التي من شأنها أن تحتوي المشاكل بين الزوج وزوجته. أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين الناس. يهمل الزوجان علاقتهما مع الله فتكثر الفرقة والشحنات بينهما، ويجد الشيطان سبيلا ليفرقهما. لذلك الحرص ثم الحرص على القرب من الله وإصلاح علاقتنا به. اعلم أن المشاكل الزوجية ليست شرا كلها، فبعضها ابتلاء نستخلص منها عبرا ونقوي بذلك علاقتنا مع شريكنا. لا تلجأ إلى هذه الأمور مهما بلغت المشاكل: الطلاق، الضرب، التهديد بالزواج الثاني، الهجر، الدعاء بالهلاك، إدخال الأبناء في المشكلة، والسحر والشعوذة. واجه المشكلة بجلسة نقاش وحوار، وهذا ما يغيب عن بعض الأزواج. لذلك بعيدا عن الغضب، لا تبدأ كلامك بأنا، ولا تذكر الخلافات القديمة، وإذا أردت الانتقاد فانتقد الفعل لا الشخص، وافسح المجال لشريكك بالكلام، وأنهي جلسة النقاش بوضع مجموعة اقتراحات أو حلول. الوقت كفيل بحل كثير من المشاكل، لذلك يجب الصبر والتمهل. التعايش مع المشكلة جزء من حلها، ورفضها يزيد الطين بلة. استشر الثقات وأهل الاختصاص، وتذكر مهما عظمت المشاكل بينكما فيجب احتواؤها وتفهمها، والهروب ليس في صالحكم.